ما تشرى بزاف يونس الراجي احد ضحايا مافيا العقار بمنطقه بورغون اونفا. هذا الملف ديالنا راه تقريبا معروف، جميع المؤسسات، كنعاود نكرر، جميع المؤسسات لوزاره العدل، صاحب الجلاله الله ينصرو اعطى رساله ساميه الى وزير العدل، وجه رساله ساميه في 2016 كيقول ليه بانه خصو يتخذ التدابير اللازمه للحد من هذه الظاهره ديال مافيا العقار. الان كما كتشوفوا 2023 لا زلنا نعيش الافراغات. حنايا 12 فيلا في منطقه بورغون اونفا كنا مهددين بالتشرد، كنا مهددين بالافراغ. هل يعقل في هذه المنطقه 12 فيلا ب 120 12 فيلا كدوز ب 120 مليون، وهنايا المتر كاري كيدير 18000 درهم، الفيلا الاخرانيه دايره ما بين 800 مليون حتى المليار و200، ولكن الوحوش الفساد بغاو يستولوا علينا. ولكن نحن داخل المغرب اللي هي دولة الحق والقانون، نحن جنود مجندين وراء صاحب الجلالة، نحارب كل مفسد، كل طاغي بغى يتجبر على هاد الضحايا. هذا نحن له بالمرصاد، سنضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه لعبات بممتلكاتنا، باش تكونوا على بينا. نحن شرينا العقارات ديالنا في 1960 وشيدناها في 1968، في 2004 كنتفاجئوا بواحد احد اعضاء المافيا اللي كيدخل على شهاده الملكيه لو تيتخماغ. ملي بدات هاد المافيا كتدخل للمحافظه قمنا حنايا في 2013 ولا 2010 قمنا بشكايه وجهناها للسيد وكيل العام اللي كنشكرو، كان انا ذاك الاستاذ حسن المطار اللي وجهها مباشره الى الفرقه الوطنيه اللي حتى هي برافو عليها، وكنشكرها من هذا المنبر اللي قامت بواحد بواحد البحث معمق، بحث معمق اللي بين ان هناك عقود مزوره، والفرقه الوطنيه حالتها على قاضي التحقيق بمحكمه استئناف، وقاضي التحقيق قام هو بالبحث المعمق ديالو واعطانا اشهاد كيقول فيه بان هناك عقود مزوره. وكما تعلمون ان الجنحي يعقل المدني، هاد الناس طبقوا حكم مدني وخلاو محكمة الجنايات ما بغاوش يعترفوا بالقرار ديال محكمة الجنايات، ما بغاوش يعترفوا بالإشهاد ديال السيد قاضي التحقيق، ما بغاوش يعترفوا بالجلسات ديال محكمة الجنايات، ما بغاوش يعترفوا بالبحث المعمق ديال الفرقة الوطنية. هادو عندهم نفوذ، بغينا نشوفوا هاد النفوذ شكون هاد المفسدين اللي كيوقفوا على المفسدين. نحن في دولة الحق والقانون، نحن في المغرب 2023 اللي كيوصي عليه صاحب الجلالة، كيفاش غنربيو المواطنين الصالحين؟ كيفاش اليوم التشرد كنعيشوا في 2023؟ معوق أو غيطيح الزنقة، لا يعقل. كيفاش؟ شكون اللي كي راه دابا هادشي ما كيبغي لا الله لا عبدو؟ هاد السيدة فين غتمشي؟ هاد الناس فين غيمشيو؟ أنت في القانون كيقول إن لك الإعتذار من 1950 دوزتي فيها 50 سنة كتصبح ملك ديالك. اليوم هاد الناس بقدرة قادر أصبحوا من أكبر الملاك، حنا راه كنعرفوهم مزيان، راه كنعرفوهم، ولكن حنا كنتسناو جنود الله في ارضه، كنتسناو الضمائر الحيه، كنتسناو شي ضمير حي، شي مسؤول اللي يتصل بينا وغادي نعطيوه ما يفيد. راه كل بلاكتو على ظهره، راه حنا معروفين، راه حنا كنا بغينا التخلويض وبغينا نديرو هكا وهكا، راه غنصبحو اكبر المليارديرات في المغرب، ولكن لا، حنا عندنا ضمير حي، حنا جنود مجندين وراء صاحب الجلاله من اجل محاربه الفساد. اليوم كنطالبوا بالضمائر الحيه، وناشد الضمائر الحيه، وناشد الجنود المجندين وراء صاحب الجلاله اللي عندهم ضمير حي يجي يشوفوا هذا الملف. راه منطقه غنفا، راه بورغون، هذا راه ناس قاريه، عندك تشوف تحب، هذا راه ناس عندهم مستويات، هذا السيد راه حامل الجنسيه الفرنسيه، راه عنده مستوى، راه معانا، راه كاملين لا بليبار ديال الضحايا حاملين جنسيات بلجيكيه وفرنسيه وكنديه وامريكيه، ولكن حنا كنقولوا عيبنا نخلوه في دارنا، حنا مبغيناش العالم يتفرج علينا. لهذا وناشد الضمائر الحيه، وناشد المسؤولين انهم يجي ونطالب باعاده النظر. لا الى لقاونا شنو غيقولوا؟ غيقولوا احكا ما حفظناش
علاش ما حفظناش؟ لان المقاول اليهودي في الكسكياس نهار باع العقار ديالنا، كنا عندنا عقود بيع، عقود بيع، علاش ما حفظناش؟ لان اليهودي قام بعمليه الانتحار، جاته ضريبه ديال 300 مليون وقام بعمليه انتحار. تعذر علينا انا نكملوا التحفيظ، ها ما جيراننا محافظين، هاد الصف هذا كله محافظين لهاد الفيلا وفيلا، هاد الناس تعذر عليهم لان اليهودي قام بانتحار. رجعوا للتاريخ غتلقاو هاد الشيء. حنا راه ما كندويوش من فراغ، كندويو من الجد. لهذا نطالب بإعادة النظر. واش شنو راه 12 عائلة، راه كل عائلة فيها 30 شخص، في غيمشيو.